مرة بقى كنا قاعدين في المكتب، فجاي تهامي قال لقيت واحد ضخم كده وشعره لغاية هنا، انت شفت الشبه فينا لابس باروكه وطويله، قلت له ايه الزباله اللي انت بتتكلم عنها؟ روح قال لي ايه اللي على الزباله دي؟ اعمل لوك. ده كانت بغرض ايه الباروكه دي؟ مش بعمل دور لحد ما اتفضحش.